شاب دخل إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة حوله، فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فأقبل عليه الصحابة فزجروه، يعني رجل يطلب رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يزني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: مه مه، يعني اتركوه. فقال له: أدن مني، اقترب. فدنا هذا الفتى من النبي عليه الصلاة والسلام فجلس. فقال له عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ فقال الفتى: لا والله، جعلني الله فداءك، يعني والله ما أحبه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أتحبه لابنتك؟ فقال الفتى: لا والله، لا أحبه، جعلني الله فداءك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا الناس يحبونه لبناتهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفتحبه لأختك؟ قال: لا، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفتحبه لعمتك أو خالتك؟ قال: لا، جعل الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم وعماته. قام النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده على هذا الفتى وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده، وفيه من الفوائد الشيء الكثير. الفائدة الوحيدة التي سأذكرها في هذا الحديث هو أننا عندنا سوء أداء للنصيحة. يكفي أن تتجول في وسائل التواصل الاجتماعي ولاحظ الناس شلون ينصحون بعض، شماتة وقلة أدب وحياء وسب. قصة الشاب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذن لي بالزنا، يعني عطني رخصة أني أزني. فالناس قاموا يريدون زجره وردعه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأخذ يتلطف إليه ويتحبب، حتى بلغ به الأمر أنه يضع يده على الرجل. بعد النصيحة الرائعة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الفتى قام يدعو له: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. الناس لا يسلموا من الأخطاء، كلنا عندنا أخطاء، ما حد يسلم، بشر. لكن كيف نقوم الخطأ؟ بالعلم والأدب. مهما كانت نصيحتك صحيحة، يعني تنبه على خطأ، لكنك لا تكون مؤدبا فيها، الناس لن تقبل منك ذلك. أما أكون أنا مخطئ ثم أجد واحد في التعليقات يسب ويشتم أنا لن أفهم منه إلا يريد الحط من قدري والشماتة، ليس النصيحة. فهدفي من النقد والنصيحة هو جعل هذا المخطئ يتجاوز الخطأ إلى الصواب، فلا بد أن تكون بعلم وأدب. الله سبحانه حين أمر موسى عليه السلام وهارون أن يذهب إلى فرعون قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. فالأولى بالقول اللين هم إخوانك، أن تتلطف في نصيحتك معهم وتتأدب وتدعو لهم بخير. ولكن يعني كما تتصور أن هناك فقر في الأموال، هناك فقر في الأخلاق. فالأخلاق كالأرزاق، الناس فيها بين غني وفقير. في صحيح مسلم تقول أم عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الناس يقبلون النصيحة إذا كانت على وجه الإشفاق والرحمة، ويكرهونها إذا كانت على وجه التهشيم والتحطيم. الرحمة بالمخطئين هي من أفضل وسائل العلاج لأخطائهم، ولكم في نبينا عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة.